متت وهمومي وسكتي غطتك يلسنت كل شي. أمس طشيتك على الأيام صم نسيان وسويتك حزن. الشاعر الكبير مظفر النواب يعود إلى أرض الوطن محمولا على الأكتاف بعد أن غيبه الموت في المهجر. حضور رسمي وثقافي وشعبي رفيع المستوى رافق تشيع جثمان الراحل الذي بدأ من أرض مطار بغداد ومن ثم إلى مقر اتحاد الأدباء وسط العاصمة وحتى مدينة النجف الأشرف ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة وادي السلام تنفيذا لوصيته. اليوم يعود جثمانه إلى بلده بعد غربة طويلة عانى فيها ما عاناه من مراحل كثيرة، لكنه أعطانا مثلا ورمزا على المبدئية وعلى المواقف الصارمة. سيحظى بالأهمية والاهتمام في وزارة الثقافة، وأعماله ستكون محط الاعتبار والاهتمام إن شاء الله. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقدم المشيعين لجنازة شاعر العراق الكبير، إضافة إلى شخصيات سياسية وثقافية. أدباء رواد ومثقفون استذكروا كلمات النواب التي أحدثت نقلة نوعية في الشعر السياسي الناقد للأنظمة الظالمة ومئات القصائد العالقة منذ زمن بعيد. هكذا شيع المشيعون بهذا التشيع المهيب، بهذا الحضور العفوي الجماهيري والرسمي الكبير، والذي يؤكد على أن النواب هو ضمير الشعب، وأن القصيدة الحية لن تموت، والموقف الحي لن يموت. الشاعر الثوري أو شاعر الأدب الحديث أو الشاعر الأخطر في الوطن العربي كما يوصف، شعره حافل بالرموز الثورية العربية والعالمية. استخدم عمله في إثارة المشاعر العامة ضد الأنظمة القمعية والفساد السياسي. الاهتمام بمنجزاته الأدبية وإعادة طباعة مؤلفاته ودواوينه الشعرية هي أبرز دعوات القراء والمثقفين بعد وفاته. ترجل النواب عن صهوة الشعر تاركا إرثا ثقافيا وأدبيا زاخرا في نفوس العراقيين والعرب. هو قامة شعرية وطنية رفض الأدب بغزارة نتاجه الشعري والأدبي. من هذا المكان الذي طالما أحبه شيع إلى مثواه الأخير بدموع محبيه الذين تجمعوا من شمال البلاد وحتى جنوبه. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد.